وقت من ذهب. اولا اطلقنا اسم الطفل ريان على قاعة الاستماع للاطفال. هذه القاعة خاصة بجلسات الاستماع التي تعقدها الآلية الوطنية لتلقي الشكايات والانتصاف ديال الحقوق من اجل حقوق الاطفال. خلال هذه القاعة ديال الاستماع يستمع الآلية وخبراء الآلية الى معاناة الاطفال، الى انتهاكاتهم، الى مطالبهم، الى رؤياهم وإلى احتياجاتهم. وبالتالي اعتبرنا بأن ما حصل مع الطفل المرحوم ريان هي بمثابة واحد حادثة، فعلا حادثة مأساوية، حادثة تركت الأثر الكبير في نفوس كل المغاربة، ليس فقط كل المغاربة ولكن كل العالم. فإذا فقط هذه إشارة معنوية رمزية إلى ما عانه هذا الطفل بارتباط وبعلاقة مع الأطفال، كل أطفال المغاربة وكل أطفال العالم. طيب أولا هناك الجمعية العامة دي الدورة الثامنة، بمعنى أنه نحن نحترم نقولوا فترة الدورية ديال الاجتماعات. ثاني حاجة أنه هذه الدورة خاصة بالمصادقة على الميزانية ديال المجلس لتقديم ديال المجلس المقبلة ديال سنة 2023. ثالثا هناك مشروع رأي بخصوص العقوبات، مشروع القانون ديال العقوبات البديلة الذي قدمه لنا وزارة العدل. ثالث حاجة أو رابع حاجة أنه خلال هذه الجلسة سأطلع الجمعية العامة ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص نقولوا المساعي التي قامت بها رئاسة المجلس بخصوص المواطن المغربي سعدون إبراهيم. أولا نتأسف لأن المؤسسة الوطنية لأوكرانيا تم حلها من طرف البرلمان، وبالتالي كنا مضطرين فقط للتواصل مع المؤسسة المفوضية لحقوق الإنسان لدولة روسيا، والتي نطلب فيها في هذا التواصل ثلاثة ديال الحوايج. أولا أن تقوم بالمساعي الحميدة حتى يتم المحاكمة عادلة خلال الاستئناف. ثاني حاجة أن تقوم بالمساعي الحميدة لدى الأطراف المعنية لزيارة المواطن المغربي في السجن، وكذلك العمل على احترام المعايير الدولية ذات الصلة في هذا الوضع.